اليوم راح فرجيكم انكم ما بتحتاجوا تروحوا على النادي لحتى تتمرنوا، فيكم تستعملوا الاشياء الموجوده حواليكم، تكون برا باي محل لحتى تقدروا تعملوا تمرين كامل لكل الجسم. بنبلش باول تمرين، هذا التمرين من اهم التمارين لعضلات الظهر، بدكم تلاقوا اي شيء ثابت تتعلقوا فيه، ترفعوا حالكم على الاخير وتنزلوا على الاخير. تاني تمرين بدكم تنطوا على حفي او اي شيء يكون عالي شوي، هذا التمرين بركز على عضلات الفخذ الخلفيه. هذا التمرين كنت تاخذوا خطوه لقدام خطوه لورا، تنزل بركبتكم ترجع تطلعوا، هذا التمرين بركز عضلات الفخذ الاماميه. تمرين البوش ابس من اهم تمارين لعضلات الصدر، بدكم تتركوا مسافه بين ايديكم، تنزلوا بوزن جسمكم لتحت ترجع تطلعوا على الاخير. التمرين يلي بعده بركز على الزنود يلي هي عضله الترايسبس، هذا التمرين فيكم تعملوه على المقعد او اي كرسي. ومثل ما نقوي عضلات جسمنا لازم نقوي عضلات قلبنا، عشان هيك طلوع الدرج بركز على انه يقوي عضلات القلب ويحرق الدهون. بدي من كل واحد منكم يجرب هالتمارين، تعطوني رايكم فيها وانا بشوفكم المره الجايه.